سعيد، وإن كانت المناسبة بالنسبة لنا غير سعيدة، أن ألتقي بهذه الوجوه الكريمة المحببة المساندة، البعض منهم من المحاربين القدامى اللي كانت لهم مواقف في يوم من الأيام صلبة وقوية، وكانت بعد الله تعيننا في مواقفنا داخل مجلس الأمة، واليوم مستمرين الشباب في هذه المواقف العزيزة. أرحب فيكم كل الترحيب، ويسعدني أيضا أن أرحب بأخي أبو نافل عبد الهادي بن ريبة، وأقول له الحمد لله على السلامة يا أبو نافل. قال أن البلد فترة وردها الله بالسلامة. الله يطول عمرك، الله يطول عمرك. أنا أقول اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما. اليوم أخوي مساعد الجريفة تعرض لظلم بين من قانون سيء، واسمحوا لي أن أطلق على هذا القانون أنه خرج من قير رحم الدستور، فهو بعيد عنكم وتكرمون قانون لقيط لا أساس له. أكد وثبت لقرض في نفس يعقوب رجعية القوانين، وهذه قضية بعيدة كل البعد ومخالفة كل المخالفة عن الدستور، وهو ظلم بين. لكن عزانا يا أبو محمد، يا مساعد القريفة، أن حرمانك ما أتى بسبب شيء مخل بالشرف والأمانة، لكن هي في قضية، وقضية رأي، ولك فيها بياض الوجه، ولك فيها الثناء، ولك المحبة، ولك التقدير، وأنا استطاعوا بمثل هذا القانون السيء بتحالف سلطات ثلاث على إنجاز هذا القانون وتفسيره، وتم إبعادك. ترى والله يا مساعد، وأنا أقولها وأنا صادق بإذن الله، أن إبعادك ليست خسارة شخصية لك، ولكنها خسارة للشعب الكويتي. هذا الشعب اللي فقد فارساً مخلصاً نظيفاً طاهراً مشبع بالأفكار النيرة لصالح الشعب الكويتي، لم تجره في يوم الأيام مصلحة شخصية، لم يتكلم في يوم الأيام ليحقق مكاسب شخصية، ولكنه كان فارساً في الحراك، وكنا نتمنى أن يكون فارساً في مجلس الأمة الحالي، ولكن شاء القدر وشاءت للأسف أيدي الخبثاء أن يصنعوا هذا القانون المزور اللعين اللقيط، يبعد هؤلاء الشرفاء ويبعد مساعد القريفة عن هذا المشهد. ولكن ثق بالله يا أبو محمد، لا تحزن، لأني أعرف أنك لن تحزن إلا بحزن مؤيدينك وأبناء الكويت الشرفاء اللي شعروا بالألم لقيادك. أنت شعارك كافي، إنما الأوطان تبنى بالثقات، وأشهد بالله أنك أحد هؤلاء الثقات. أنا أقول، أنا شهادة أقولها لأن تكون منطلق لي ولكم في قادم الأيام، سترون بإذن واحد أحد بعد أن يجهض هذا القانون السيء اللقيط، ستجدون في المجلس القادم بإذن الله مساعد محمد القريفة كأحد فرسان المجلس القادم. والله ما أقول هذا الكلام لمصلحة ممكن يحققها هذا الرجل، لكن أقول هذا الكلام لأن الكويت بحاجة لأمثال هذا الرجل، بحاجة له، لأن اليوم
مطلوب أن نبني الكويت. اليوم الكويت أمام عهد جديد، وحنا سمعنا الخطاب الأميري اللي ألقاه سمو ولي العهد وسعدنا، ولكن يمكن الفقرة الأخيرة هي بحاجة إلى المزيد من التفكير، لأن أيضا مو مفروض أن نحمل نتائج الصوت الواحد. من يطلب حسن الاختيار وهذا حق لهم لازم يقدم الأسباب. هم راحوا لضم بعض المناطق، أمر ممتاز، راحوا للبطاقة المدنية، أمر ممتاز، لكن هذا القانون الغير شرعي، نظام الصوت الواحد اللي فرق الطوائف والقبائل والعوائل في البيت الواحد، كان مفترض أن ينسف هذا القانون ويأتي قانون حتى بعدها نقول لأبناء الشعب الكويتي احسنوا الاختيار ومسؤوليتكم. والله لو تجيب أحسن سباح بطل العالم بالسباحة وتحطه على جال البحر وتقول له بيك تقطع 100 متر وهو يقطع مئات الكيلوات وعشرات الكيلوات، بعد مترين 3 أمتار غرق. ليش؟ لأنك مكلمش إلينا. وهذه بالضبط حالة الناخب الكويتي، تتنازع كل القضايا اللي زرعتها الحكومة ووضعتها خلال العقود السابقة. أنا ما ودي أنكم تروحون إلى صناديق الاقتراع وأنتم متشائمين، لا والله أنا بودي أني أنشر التفاؤل، أنشر التفاؤل، لكن أيضاً أحذر من خطورة المرحلة، مرحلة خطيرة في كل ما تعني هذه الكلمة من أحنا. وحنا من هالمنطلق نطالبكم بحسن الاختيار، لكن إحنا ما نملك نغير هذا النظام الآن، لكن ممكن نغير في المجلس القادم من خلال إرادتكم اللي بين ضلوعكم، واللي حنا نطالبكم الآن أن تستخدموها حتى تضعوا ورقة القبض في صندوق الاقتراع بدون أن يكون هناك نزاع قبلي أو طائفي أو عائلي. خلونا نفكر في الكويت. أنت اليوم تطلع من بيتك لتلقي بالورقة، لكن شنو الخطورة؟ أول شيء يجيني واحد يقول لي يا فلان لا تخلون تكفون كبش القبيلة، الله يخيب رجاء كبش القبيلة وتطلع حرامي، ما تستيح على وجهك كرسي القبيلة أو الطائفة أو العائلة وانت قاعد تبني ثروات من أموال السحت، كرسي القبيلة عشان تكون أحد القبيضة على إرادة الأمة، أمر غير جائز. لكن انت لما تروح لصندوق الاقتراع ترى بتروح بروحك، لكن في سواء انت أو المرأة، لكن في 4-5 ما يحق لهم التصويت. وين الجريمة اللي حنا نرتكبها في هذه الحالة؟ هذا ما يحق لصغر سنهم، لكن المشكلة أن اختيارك هم من سيتحملون نتائج هذا الاختيار. إذا جاء مجلس فيه شروة مساعد القريبة اللي شطب، وإن كان شطب والله واحد قال لي كلمة للآن في قرب عبد الله المبارك للآن ترن في إذني، في ديوانية مليانة، قال ترى إذا مساعد اشطبوه من سجل الانتخابات ترى قسما بالله ما انشطب من قلوبنا. ثقة الناس مو سهلة. وابشر بالخير يا أبو محمد، كلنا راح ترانا معاك والوجيه الكريمة إلى أن تصل إلى قاعة عبد الله السالم معزز مكرم تعبر عن إرادة الأمة اللي البعض للأسف الشديد تلاعب فيها واستفاد منها. الإصلاح السياسي والخطاب يتطلب ترجمة حقيقية. نعم في مواقف إصلاحية الآن من الحكومة الجديدة وعلى رأسها سمو الشيخ أحمد النواف والشيخ طلال الخالد وزير الداخلية وزير الدفاع، ولكن هذه الإصلاحات بحاجة إلى ترجمة بعد الانتخابات. أما نبي نمارس العمل مثل العهد السابق، والله لا طبنا ولا قد الشر.
نبي نقعد على طمام المرحوم، وكأنك يا ابو زيد ما خزيت. اما اذا كانت رغبة حقيقية بالاصلاح يجب ان تلتقي السلطة التنفيذية والنواب على نقطة واحدة لتحقيق التنمية المستدامة في الكويت. اليوم الكويتيين بحاجة الى كل شيء، كل شيء. اول هذا الامر الاصلاح السياسي، القوائم النسبية، المفوضية العليا للانتخابات، حكومة برلمانية، بسط سلطة القضاء على أعمال الجنسية، الحريات. وحنا شعب تعودنا أن نكون شعبا حرا، حتى الدواوين قبل تويتر وغيره ما أنشئت إلا لتبادل وجهات النظر، وكنا نقول كل شيء في هذه الدواوين. نقول اللي نبي، فهو المقابل عندنا إخلاص للشرعية الدستورية. لكن للأسف في السابق لم يقدموا الشيء اللي نعتقد أنهم يعرفون هذا الموقف. وقالها الشيخ سعد في لحظة من اللحظات، قالها: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. عن موقف الشعب الكويتي ووقف ميتران وقال: يجب أن نعمل استفتاء لاختيار نظام الحكم في الكويت، في داخل الكويت وخارجها. رفض الشعب الكويتي كلهم مع المآسي اللي كان يعانونها. ترى مبارك النوت كان معارض، ومعارض شرس رحمة الله عليه. تعرفون سبب قتله شنو؟ دخل عليه في الجمعية وقال صورة نزلها راح تجيك باكر. جاء باكر لقوا صورته موجوده، وحذروه 3 مرات. قال: هذا يمثل بالنسبه لي الشرعيه الدستوريه. مبارك النوت اللي اتهموه باشنع التهم وانه معارض ومخرب ويريد اسقاط النظام، يرفض ان ينزل صوره جابر الاحمد لانه يمثل الشرعيه الدستوريه. خذوه وامام الناس اعدموه على الدوار. أحمد غبزلت رحمة الله عليه جوه من الجانب الطائفي وقال لأحد القادة العراقيين، قال له: راح أفرج عنك الحين وخليك تروح لبيتكم، لكن ربعك اللي وياك من السنة بلغ عنهم وخلص. كان رده واضحا وصريحا بأن الله يكرمكم، يكرم كل سامع ويكرم الدلال ويكرم تفن بوجهه، وطلع المسدس واطلق النار عليه. هذا هو، هذا الكويتيين. شيعي ولا سني، حضري ولا بدوي، سالت دماءهم دفاعا عن الكويت. وبالتالي الاخوه لما يتكلمون في هذا الامر امامهم استحقاقات. واليوم ما في مجال، ما في مجال ان ننشر الخلافات اطلاقا بين المخيمات الانتخابيه، لان هذا النشر وهذا التعزيز سيرتفع الى قاعه عبد الله السالم، وسيحبط كل امال الكويتيين اللي يريدون نوابا يدافعون عن الامه ومقدراتها وكرامتها. اليوم قضية النزاع ما أصبح يحقق شيء. وأدعو المعارضة بكل أطيافها بعد الانتخابات إن شاء الله أن تجتمع لتحدد خارطة الطريق، يعلن لأبناء الشعب الكويتي ويشهدون عليه بأن هذا ما نريد فعله يا حكومة يا شعب في قادم الأيام. اليوم الأمن المعيشي أصبح مهدد في الكويت. اليوم الدينار قيمته ضعفت، مو ائتمانيا، لا، ضعفت قيمته لأن في بوق، ولأن في حرامية، ولأن في لصوص. وين بلد صارت؟ جيبوا لي بلد في العالم. بس صارت في ماليزيا، وألقوا القبض عليه ورجع الفلوس قصبا عن خشمة. وزير، رئيس وزراء، وزير دفاع يبقون صندوق الجيش. صندوق الجيش شنو؟ عبارة عن استقطاعات الجنود، عرق الجنود.
وزير الداخلية وكيل الداخلية يبقون بنت الضيافة. اليوم حنا في الكويت بحاجة إلى محمد مهاتير آخر. أول ما وصل إلى السلطة عمره 95 سنة جاب قائمة الفاسدين وعلى رأسهم رئيس الوزراء وسكر الأجواء البحرية والجوية والبرية، وخلال 48 ساعة تم إلقاء القبض عليهم واستطاع أن يحاكمهم وأن يرد الأموال المسروقة. وين العجيب في هذا الأمر؟ وين يعني الشيء اللي يزعجنا؟ أن في الصندوق الماليزي اللي تصدى له محمد مهاتير أن رئيس الوزراء الكويتي السابق وأبناءه أحد المتورطين فيه. هل مطلوب أن الكويت تدفع هذه المبالغ؟ طبعاً راح تدفع إذا كان الاختيار بعيداً عن بعض الأشخاص اللي نثق فيهم أمثال مساعد القريفة. لذلك عملية الاتفاق على مشروع وطني ينقذ الكويت مما فيه. يا جماعة اليوم على مقاعد الدراسة 560 ألف طالب وطالبة من الروضة إلى الجامعة. كل سنة يطلع من مخرجات التعليم الخمسة إلى قوة العمل 30 ألف. وين وظائفهم؟ وين إسكانهم؟ وين تعليمهم؟ وين الصحة؟ وين؟ أنا أرجو بس أن نستوعب هذا الكلام ونستوعب خطورة الموضوع. وضع ما هو سهل. الوضع يتطلب أن يكون هناك موقف وأن عملية الاختيار تكون بعيدة مثل ما طالب الحكومة، أن تأتي حكومة بعيدة عن المحاصصة والعلاقات الشخصية وتكون معاييرها واضحة وضوح الشمس يطمئن لها أبناء الكويت، كما مطلوب أن يكون النواب بمثل هذه الشاكلة. عندما يتم هذا الأمر سيكون اللقاء المطلوب واللي يحقق مقدراتنا ومطالبنا وإنجازاتنا. اليوم وضعنا لا نجامل أنفسنا ونقول الأمور زينة وعسى الله لا يغير علينا، لا عسى الله يغير علينا فيما يتعلق بأوضاعنا وأحوالنا. تدخل الجمعية أول 50 دينار تقضي حاجتك بأسبوعين، الحين تدخل 3 أيام 120 دينار قالوا لك ارجع مرة ثانية. ليش؟ لأن التجار عندهم قدرة فائقة بتطويع الحكومة. وهني المطلوب من الشيخ أحمد النواف أن يضع هذا الأمر باعتباره ويأتي برجال دولة يعرفون كيف يحمون أبناء الشعب الكويتي، مو من خلال قرفة تجارية كل دورها وهمها الجباية من أموال الشعب. أي رخصة لأي كويتي منكم الكثيرين لازم يدفع رسوم القرفة اللي ما تخدم له شيء، وبعد ذلك الحكومة تمشي معاملاتها، ولا يمكن تمشيها إلا يكون هناك رسم يدفع لغرفة التجارة. من هو اللي نبيهم من النواب فعلا أن ينهضوا في هذا الواقع؟ عموما أقول لأخوي مساعد القريفة لا تهتم، ولا أنا أعرف أنك ما راح تحزن إن شاء الله، لأن هذا قدر الله، واللي مثلك من الشرفاء لازم يمرون بها بهذه التجارب. لكن ثق تماما، ثق تماما بأننا تذكروا وبمثل هذه الطاعة، وإن كانت هذا المكان كان مكاني في السابق لكن حتى في الانتخابات الجاية بإذن الله في هذا المكان، في هذا المكان وتذكروا كلامي في مجلس الأمة القادم، ما ندري 4 سنوات ولا سنة ولا أشهر، بإذن الله سنحتفل بأن نسمع بالتلفزيون اسم محمد مساعد محمد القريفة فارسا من فرسان هذا المجلس. الحمد لله على السلامة.